صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو بتاعي. احب اعرفك بنفسي، انا محمد بدوي ويدنج فوتوجرافر، والنهارده فيديو جديد. فيديو النهارده مهم جدا جدا بالنسبه للمصورين المبتدئين، وهو اهم معدات المصورين المبتدئين، واولهم نبدا برقم واحد وهي البودي. مش مهم انك يبقى عندك بودي غالي قوي وانت اصلا ما بتعرفش تصور او انت لسه مبتدئ، اهم حاجه انك حتى لو معاك بودي كروب فريم رخيص، فالمهم انك تبقى عارف مميزاته وعيوبه وازاي توظفه في المكان الصح. تمام، يعني ما ينفعش يبقى معاك مثلا كاميرا ب 50,000 وانت اصلا يعني ما عندكش خبره تجيب ب 5,000 من الكاميرا اللي معاك. تمام، فانت حاول تبدا بامكانياتك، ما تعتقدش انك لما يبقى معاك كاميرا غاليه هتعرف تجيب نتيجه افضل. لازم النتيجه تجيب خبرتك انت ومستوياتك انت الشخصيه. تاني حاجه اللينس، طبعا البودي على الكاميرا فانا مش هعرف اظهره في الفيديو. تاني حاجة اللينس، مش شرط انك اول ما تجيب البودي تروح تجيب لينس غالي قوي. ممكن تبدأ بالكيت اللي بيجي مع الكاميرا سواء الخمسين ملي او التمنتاشر خمسة وخمسين، فدول هيغنوك عن حاجات كتير قوي. تبدأ بيهم وتفهم بيهم وتظبط دنيتك بحيث انك لما تشتري لينس جديد يبقى متوظف معاك صح، او انت هتبقى عارف انت هتعمل بيه ايه. تمام، دي رقم اتنين. رقم تلاتة الفلاش، لازم عشان تكمل عدتك وعشان تطلع صورة تبان بروفيشنال لازم توظف الاضاءة صح، وعشان توظف الاضاءة صح انت لازم يبقى معاك فلاش. تمام، لازم يبقى معاك فلاش مش غالي قوي ومش رخيص قوي، بحيث ان هو ولا يبقى معاك ضعيف قوي في السيشن او في التصوير عموما، وما يبقاش شديد قوي بحيث ان هو يبقى غالي عليك. تمام، ممكن تبدا بال 990 او 950، بيكون رينج مثلا 950 جنيه، ده هيبقى رينج كويس جدا جدا كمبتدئ وهتعرف توظفه صح. والمهم انك تدرس اضاءه كويس قوي قوي عشان تطلع صوره تبان بروفيشنال. دي رقم ثلاثه. رقم اربعه التريجر، ممكن تشتري تريجر من ريمكس. التريجر ده في سكه مثلا ممكن يبقى ب 400 جنيه او 350 جنيه، بس طبعا ما انصحش حد بيه خالص لانه ممكن يعملها معاك في السيشن، ممكن تيجي تشغله ما يشتغلش معاك، وحجارته طبعا في حجاره منهم ما بتتشحنش، فبالتالي لازم يبقى معاك كذا واحده، ممكن لا قدر الله تيجي تشغل التريجر ما يشتغلش معاك. انصحك بانك ممكن تشتري الفلاش الاكس 1 من جودكس، الجهاز ده كويس قوي 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 وامكانياته عاليه، وكمان في شاشه هنا بحيث انك تقدر تتحكم في الفوليوم بتاعه والشانل بتاعته وكل حاجه. تمام، طبعا هنا بتشغله وتفصله من هنا اهو الباور. تمام، دي رقم ثلاثه. رقم اربعه الترايبود، طبعا الترايبود عليه وحدات الاضاءه اللي انا بصور بيها دلوقتي فمش هينفع اطلعه في فيديو، بس تقريبا انتوا عارفين الترايبود. لازم تجيب ترايبود محمل قوي او مش محمل قوي، هو كويس بحيث ان انت لو بتصور سيشن خارجي وحاطط عليه الاوكتا ومعدات الاضاءه بتاعتك ما يطرش مثلا من الهواء، او ممكن لما حد يلمسه يقع وتزودها انت يعني وقتها هتخسر حاجات كتير قوي، زي ممكن مثلا الفلاش يتحرق كده، فبالتالي انت ممكن تستثمر سيكه بس في الستاند بتاعك بحيث ان هو ينفعك في كل حاجه. تمام، رقم اربعه ولا خمسه؟ اربعه ولا خمسه؟ المهم انت لو مهتم هتعرف. اللي بعده المفروض انك تجيب بقى بعد الستاند وبعد الفلاش لازم اوكتا، وانصحك انك لو معاك فلاش بسيط زي مثلا ال 990 او 950 يكون معاك مثلا اوكتا 90 سنتي. لو انت معاك فلاش احدث شويه ممكن تجيب الاوكتا ال 120 سنتي، ودي جميله جدا جدا في السيشنات وهتطلع لك كواليتي رايق قوي 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 قوي. تمام، بعد كده ممكن تظبط بقى نفسك في بي سي، لازم يبقى عندك لابتوب او بي سي، لابتوب او بي سي. انصحك طبعا لو مش هتتحرك وهتعمل اديت في مكان واحد، او انت دايما هتصور السيشن بتاعك وترجع تعمل اديت في نفس المكان، فانصحك انك تجيب بي سي، عشان البي سي هيبقى مستثمر اكتر معاك وهينفعك في حاجات كتير قوي عكس اللابتوب. اللابتوب بيحكمك بامكانيات معينه ما ينفعش اوقات تعدل عليها، انما البي سي تقدر تتحكم في اللي انت نفسك فيه ومش هيبقى مزعج بالنسبه لك، لان اللابتوب لازم يبقى فيه شاشه اي بي اس، وده طبعا مش موجود غير في شاشات الابل، او لازم كاليبريشن، ودي حاجات طبعا انت في غنى عنها كمبتدئ. انما ممكن انت لو هتجيب بي سي مثلا في رينج 5,000 او 10,000 فده هيبقى رينج كويس قوي، تقدر تجيب بيه كيسه كويسه وشاشه اي بي اس. فشاشه اي بي اس اهم حاجه، اهم حاجه. طبعا انت محتاج كمبتدئ انك تجيب بس ايه كيسه تمشي لك تشغل لك الفوتوشوب واللايت روم كويس قوي، او الكابتشر وان،
تمام. بعد كده بقى الكارت الميموري، او المفروض انها كانت مثلا ممكن تبقى رقم 3 بس هي جت في ميعادها. الكارت الميموري حاول تستنضف الكارت الميموري وتستثمر فلوسك كويس قوي، تجيب سرعات عاليه وميجات عاليه عشان ما يبقاش بيبوظ الدنيا معاك، ممكن لا قدر الله يتحرق منك في اي وقت، فده هيزعلك وهيزعل العميل منك. فاحنا طبعا احنا عايزين تبقى الدنيا ماشيه كريتيفيتي معانا خالص، مش عايزين اي مشاكل في شغلنا، عايزين نبقى افضل ناس واحسن ناس، بحيث ان ما ينفعش تصور السيشن وتروح ما تلاقيش السيشن على الكارت، لا ده صعب جدا، دي مشكله كبيره قوي بالنسبه للعميل. تمام، ده كان فيديو النهارده. احب اشكر طبعا الناس اللي بتتفاعل على الفيديوهات بتاعتي، واحب اشكركم جدا 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 على التفاعل والدعم الشديد بتاع الفيديوهات الاخيره. شكرا ليكم، بيس.